السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب ان شاء الله. انا فادي، 25 سنة، رابر مصري، حابب ان استكشف السين العربي، فقررت ان انا اعمل رياكشنز على الفيديوهات العربية والراب العربي، وده سبب فتح للقناة. يا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك، وما تعرفش انت اللايك ده بيفرق معايا قد ايه، فيا ريت قبل ما نكمل الفيديو دلوقتي تنزل تخبط اللايك المتين، وتسيب لي كمان كومنت بالاغنيه اللي انت حابب نعمل لك رياكشن الفتره الجايه. طيب النهارده هنعمل على سولجا تسجيل خروج، هنعمل رياكشن عليها. تراك سولجا طلب مني كتير، فقلت ان احنا نعمل ممكن نعمل عليه رياكشن النهارده. بس زي ما قلت لك ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد ونكبر بيكون ان شاء الله. وبس مش عايز اطول عليكم، يلا بينا رياكشن. يلا سولجر، تسجيل خروج. Go my boy. حاسس ان هو هيرايم بالانجليزي زي ما سمعنا السايفر اللي فات ده كده. هيخش دلوقتي هيرايم بالانجليزي، هتشوفه. برهان ترنين على ايه؟ جو جو جو. اي 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 اه اه ما تتكلمش يا حبيبي زنكتك لما جال حليبي. بداية حلوة، بداية موفقة. يلا يا سلام. يا سلام. تعرفين يعني ايه زامل بالليبي؟ يعني هي كلمة مش لطيفة، بس أظن أنتوا فهمتوا معناها. يعني مش لازم نوضح، ولا عايزين نوضح؟ لو عايزين نوضح أوضح. في النعمة ما مستجدين. يعني إيه؟ يعني إحنا اللي إحنا جامدين، إحنا جامدين. ماشي تمشي عشان خاطر، عشان خاطر الشعب السوداني تمشي. بس يا عم سولجر يلا. انت ما فاضي من الفوكا والجبنات، انت ما فاضي قاعد تنصح في البنات. انا بعتذر لكم جدا، حصل زي وقف في الفيديو، بس احنا هنكمل دلوقتي الرياكشن سوا. سمعنا الحتة دي، ممكن نقدم بنات. الناس والعباد. يا مان الصيني السوداني، والله والله اتفاجئت، والله اتفاجئت من ايام السايفر وانا متفاجئ. يعني اول فيديو اللي انا عملته على السايفر وانا متفاجئ بالمستوى. دينو ليك ليك ما تتجسموا معانا الكيك، عندي ديجا فو ما فاضي ليك. البوم يقرب وما فاضي ليك. حلو، عشان لما ينزل الالبوم بقى سولجا نعمل عليه رياكشن. اول ما ينزل الالبوم تبعتولي دي ام على طول، تبعتولي اكسكلوسيف كمان قبل ما ينزل. يلا معانا كيك، ما فاضي ليك. البيت كمان جميل، البيت مختلف. يعني انا البيت البيتات اللي احنا متعودين عليها دريل ومش عارف، انا حاسس ان البيت ده مختلف شوية. تجمع تفعلون جوج ما فهمتش الفاصل اللي في النص ده، بس يلا نكمل. راب بقى، راب راب، سمعنا راب يا معلم. يلا بانش لاينز، بس على مين؟ على مين يعني هو بيفليكس على مين؟ لو انتوا يعني عندكم مثلا ممكن تبقى ورا الموضوع ده قصة، ان هو بيفليكس مثلا على رابر او الكلام ده. جابوكوا ما ربوك. حفروكوا ما دنوك، حنوتي ما وروك. وورد بلاي، حفروكوا ما دفنوك، حنوتي وما وروك. يا سلام
وديهم. يا سلام يا سلام على الثمان بارات اللي بنفس الكوفي، اتجنن تلحن تمحن. والله الصيني السوداني في مواهب. بس الفرق بين الفلو اللي فات والفلو ده فيتنام اسلام الاعدام الاسلام. انا مبسوط مبسوط جدا من الفايب. يا سلام قلبك انت بلاستيك. يعني ايه دي ولعتك تاني ما تنساها؟ لاين مش مفهوم من سولجا. رجعوا بوسليم واقفلوا ليا المثلث. اظن بوسليم دي على ما اعتقد، على اعتقادي المتواضع، ان دي بلد في السودان او مدينة يعني. البيت فشيخ، البيت فشيخ، وكمان ايه، مش يعني الفايب بتاعته جديدة يعني. انا اول مرة اسمع الميلودي دي اللي هي بتاعت البيت ذات نفسها. الكيك والسنير دي اساسي في اي بيت راب، سواء اولد او نيو، لكن الميلودي جديدة يعني. لايك طبعا، لايك لايك، ونسيب كومنت نكتب فيه السين السو ده مشعل. كتبت السين السوداني مشعل. يا ريت لو شفت الكومنت ده في اي حتة تبقى تعملوا لايك وتسيب لي الريبل في الريبلاي كده ان شاء الله بالاغنيه اللي انت حابب نعمل لك على رياكشن الفتره الجايه باذن الله. بس دي كانت كل حاجه عندنا النهارده. زي ما انتوا شفتوا سولجا عمل تراك فايب، تراك حلو. الميلودي بتاعته حلوه. السين السوداني شكله سين مبشر بالخير. قلت الكلمه دي قبل كده ولقيت واحد بيقول لي احنا من 2009 يا عم انت. طب انا لسه جديد يا زميلي، انا اول مره اعمل رياكشن على السين السوداني، فانت راعيني راعيني وراعيك، ولا انت شايف ايه؟ قبل ما اختم يا ريت قبل ما اقفل ما تنساش تدعمنا بلايك. اللايك ده بتاعك بيفرق معايا جدا وبيدعمني وبيوصل، بيخلي اليوتيوب يوصل الفيديو للناس كتير تانية مهتمة برضو بنفس المحتوى بس. وما تنساش برضو السبسكرايب وتشير الفيديو ده مع اصحابك. ويلا مش عايز اصور عليكم، سلام.